مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من برنامج ماسلز ريبيلدينج. هذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على كل ما هو جديد في عالم ورياضه كمال الاجسام، البادي بيلدينج، اللي محبين هذه الرياضه، اللي يبي يتعرف على تمارين جديده، يبي يتعرف شلون طريقه الابتعاد عن الاخطاء الشائعه، كل هذا واكثر راح تتعرفون عليه من خلال سياق حلقه اليوم مع الكابتن المميز والخلوق اللي راح يكون متواجد ويانا ان شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل خلكم ويانا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل، خلوني أرحب باسمي باسمكم في ضيفي العزيز والغالي اللي دائما ما ينورنا ويتحفنا في معلوماته الرياضية الجميلة، كابتن نديم عبد الغني. يقول لك مساك الله بالخير، منورنا ومشرفنا اليوم حبيبي. أكبر الله يطول لي عمرك، عمرك إن شاء الله. اليوم أول ما دشيت علي كابتن نديم، أول ما سلمت عليك شميت فيك ريحة دهن عود ما شاء الله تبارك الرحمن من بداية القاعة لي. فحلو أن الإنسان يهتم بنفسه في عمر كبير، حتى لو كان طبعا إحنا العمر الكبير للأسف الثقافة اللي موجودة عندنا إحنا هني بالكويت من يوصل 40 هذا كبير ترى، لا عود لكن شباب، ايه شباب. ايه شباب، لكن برا شنو برا الكبير ايه عندهم بعد الستين. صح كلامك، ايه اكيد طبعا. شباب انت لحين، انت لحين 40 تو شباب انت. ابو يوسف شلون نوصل هذه الثقافه حق الشباب الكويتي اللي يمارس في مثل هذه الرياضات او اللايف ستايل بشكل عام؟ شلون انت تحافظ على نفسك لهذا السن من التمارين، من اللياقه العامه، من الصحه الوقائيه بشكل عام؟ صح حلو. طبعا احنا اول شغله رياضه شيء مهم، صحيح. الاكل شيء مهم والراحه شيء مهم. طبعا وش الراحه؟ اكل تمرين. فالامور هذه انت يا اخي اتبع فيها امور طيبه، العب رياضه، مارس رياضه، زين ما راح يضرك ولا شيء. بالعكس انت كل ما تكبر بالعمر محتاج جسمك يكون قوي، صحيح. محتاج عضلات تكون قويه، فهمت علي؟ محتاج تنظم اكلك، مو تاكل اي شيء قدامك يعني حطه شيء تاكل ياخذ الخضر، لا صحيح. تنظم نفسك مع العمر راح يبين معك هذا كله، اكيد فهمت أكيد. علي انا ليومك الحمد لله، الحمد لله اللي تزرع اليوم تحصده بعد، عليك نور. فهمت علي انا يومك اكلي معين، اكله في بيت عادي، مو طالب يعني اكل اكل بس اكل كميه معينه حيل اللي انا اقوم للحين يعاني. فهمت علي؟ عودت نفسك على عودت نفسي خلاص، فهمت علي؟ حافظ على نفسي ويا اخي. وبالليل بالليل وخر عن الحلو، بالليل مشكله الحلو هذا المصيبه، الحلو واخر عنا بالليل، المعجنات زين لا بتحافظ عنك، اكل اكل طبيعي، اكلك صحي، امور طيبه ما في شيء. العيش المشغول والدياي واللحم والسمك، الامور هذه كلها امورك طيبه، فتحافظ على نفسك وتحافظ على رياضتك والعب رياضه. حتى يا اخي حتى انت يعني ما عندك مجال تلعب بنادي، ما تقول ما عندي وقت بالنادي، يا اخي نص ساعه في ريشكم افتر في نص ساعه يا اخي، احسب ماشي نص ساعه ليش الدوره الدمويه عليك نور. اذا تمشي عدل زين تحرك 300-400 كالوري اذا بنص ساعه، صحيح باليوم 300 كالوري صار يعني، واكلك نظيف، اكلك نظيف زين، هذا قاعد تعدل جسمك عليك نور، تعدل السعر. الله يقول عندك سكر مرتفع ولا ضغط عندك ولا كوليسترول عندك، بالعكس هذا كله علاج حقك اكيد. فبالعكس حافظ على نفسك بالرياضه، والرياضه ترى انا انصح يعني الصغير كبير بالرياضه، والناس وايد الحين قاعد تشجع بالرياضه. يا اخي شجعوا نفسكم زياده بالرياضة. ما شاء الله يمكن بالفترة الأخيرة قاعد نشوف رياضة كمال الأجسام انتشرت انتشار مخيف بالكويت، ويمكن شفنا حتى رياضة الكروسفيت انتشرت انتشار مخيف، لكن أنا أفضل كمال الأجسام على الكروسفيت بيوسف. يمكن الكروسفيت جدا مميزة ورياضة جميلة قوية، لكن إصاباتها وايد. إصابات وايد أنا هذا شوف الكروسفيت ما شاء الله لعبة قوية. الكروسفيت يعني ما يبيله يعني أنا كود يعني وجه نظري الكروسفيت يبيله أجسام معينة. يعني انا ما اي يعني كمبتدئ ما يصير الدش ما صعبه. يعني انت يعني فيها ديد ليفت، فيها سكوات، فيها جامبينج، فيها يعني عقله، يعني مو اي انسان طبيعي يقدر يلعب. صحيح. طبعا انت لازم تمارس اللعبه هذه نفس الجمباز انت من العمر صغير، ايوه من الصغر من الصغر، فهمت علي؟ فتي انت على الكبرى مثلا على عمري ادش انا كلايب انا راح اتنتف، صح صعبه، فهمت علي؟ فدائما خليك حريص حتى لو بتدش مع المدرب زين. طبعا المدرب هو في يعني راح يشوفك انت بتلعب، خلي اوزانك عشان لا تجيك اصابه. انا الحين مر علي وايد شباب عندي عندهم اصابات،
من كروسفيت، اللي عنده ديسك صار عنده ديسك عنده، اللي عنده قطع الاربطه صار عنده. يعني هالايام والله صراحه اقول لك اياها شفتوا، ومع ان تمارينهم بسيطه يعني ما شد على نفسه بالتمرين، لكن نوعيه التمارين اللي هذه محتاجه جسم فلكسبل تقدر عدل، ويبي له العصب يعني ما يواحد يقول العصب صح عصب لازم تكون قوتك انت فيك قوه تلعب. ايوه انت النحيل تشيل تاير حفاره صعبه اي صعبه فينتين صعبه صراحه وايد. ايه؟ انا اشوف فيها وايد اصابات يعني اصابات وايد فيها. زين دائما الناس تجي تقول لك حتى لعبه كمال الاجسام كابتن فيها اصابات، هم فيها اصابات، فيها اصابات بالديسك، فيها اصابات بالظهر، فيها بالخلف بالكتف. شوف الاصابات شلون ابتعد عن تجنب هذه الاصابات، شلون ابتعد؟ مثلا انت اي تمرين تلعبه لازم تدور زوايا معينه. طبعا انت في فرق بين كروسفيت وبين كمال الاجسام. صحيح كمال الاجسام تعداد تكنيكي معين، فانت راح تبدا تاخذ تكنيك صح، زاويه الايد الكوع ناس شلون تنزل. ففي ناس وايد الحين حتى الجريب ما يعرف شلون يمسك الايد، اي القضبه يمسك كذي. صحيح زين هذه انت يعتمد على هذا، يعتمد هذه زين ما يعتمد على الايد. قال لك نور انا حتى اللاعبين مثل يوني اقول له عدل الضغط، انت قلت الضغط هذا لازم ايدك تكون متماسكه، لما تطق واحد بوكس طقه كذي شنو؟ صح هذا البوكس هذا قوتك. فلما تشيل القوه انت العضله هي نفسها قاعد تشتغل معاك، فهمت علي؟ فلما يعدل يقول لي والله صارت عندي الحركه صارت اقوى عندي. أه. الوزن قل، ليتي ليش صار ضغط على العضله عنده؟ أكيد. اللي قبل صار وين ضغط كله على الاربطه عنده. فمع المده جاي عندي اصابه هني. أه. اكثر اصابات كثير من المكان هذا بالرس، الرس هذا اكثر مكان هذا شوفه. أيوة. ليش ايده كلها كذي؟ لما يشيل بار ايده كلها كذي. أيوة. لازم ايده تكون سيده عليك نور لما تلعب لازم. ليش يوصل له هالمرحله ابو يوسف تدري ليش؟ لانه يشيل اوزان اكثر من لا حتى خلي يشيل اوزان حتى لما يشيل اوزان. إيه؟ انت تشيل اوزان والايد تروح معك كذا. ابو عبد الله هو يصير على التعود. اذا انت قاعد تمشي صح تكنيك معين اوكي ايدي ردت شويه في شيء اسمه ربطه هني اربطها اخلي ايدي ما ترد وايد ورا. انا اذكر كابتن من الكباتن الله يذكره بالخير ابو يوسف شنو كان يقول لي؟ يقول لي التكنيك اهم من الاوزان. اي نعم صح كلامه. لان لما تجي تشيل وصدق فعلا يعني قال صح. لي انت كم قاعد تشيل 20 صح؟ هاك خمسه صح كلامه. اعطاني خمسه وخلاني اتمرن بالخمسه بطريقه صحيحه. أيه. والله يا ابو يوسف صاد شنو شايل 50 كيلو سابع طقه شنو شايل 50 كيلو. صح كلامه. يعني صح. طريقه التمرين لما تكون صحيحه عليك تاثر عليك صح. اكثر من الوزن سويت افكت على العضله 100% بالضبط. فلما تجي انت تكنيكي مسكتك غلط الزاويه غلط قاعد توصل معلومه 10% حق العضله والباقي وين قاعد تطقه؟ بالاربطه بالمفاصل. أيه. مع الفتره تشوف لاعب يقول عندي عوار بالكوع. أيوة. عندي عوار ما ادري وين عندي عوار. اصابات وايد بالامور هذه فكذي راح تدش في عالم الاصابات وما راح نخلص. كل اسبوع راح له جلسه ورد مره ثانيه رد موضوع انا متعور رد مره ثانيه زين يا اخي عدل تكنيكك عدل زاويتك ترى مو شرط وزن. اكيد وزن معقول تقدر تشيل عليه بوضع صحيحه العب. بالضبط بالضبط ان شاء الله. الله يبعد عنا وعن الساده المشاهدين هذه الاصابات ويبعد عنك الاصابات يا ابو يوسف. وبكذي نكون وصلنا لختام حلقه اليوم. مشكور وما قصرت على حضورك تواجدك. طول لي عمرك. كذي اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لختام وقفال حلقه اليوم على امل ان شاء الله نلتقي وياكم باكر ومواضيع شيقه راح نحكي فيها اكثر واكثر. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات اسره العمل وفي امان الله.